فيصل أحد صغار مربي الماشية بمشتة شلوق ببلدية ولاد حملة الواقعة في الجهة الغربية من ولاية أم البواقي، يكسب الرزق الحلال بنشاطه هذا، حيث ورث المهنة أبا عن جد برغم غلاء الأعلاف وأزمة الماء. أخويا نوض الصباح ندير مع الغنم نعلفها نوكلها نجرها نسرح بها نشربها نديها نعطي تسرح نجيبوا الماء ما كانش تعب بزاف ويسا كعود ما كاين شويه كاين الخير وكعود ما كاش الماء لا غالب شوف نتعبوا نصرحوا نوقفوا بالغنم نوكلوا ونشربوا. وما يواجهه فيصل يعيشه عمي العيد الذي يستخرج الماء من بئر قديمه معتمدا على حبل وبكره تعود لعشرات السنين وذلك لرفع دلو الماء. ما كلفش تلف صيف ومالح كيعود فيه شويه مالح يسمى الماء فيه عيري ناقص خلاص درناه ديباني وبيه الساعة ما ينفعش ما يقدر يشرب حتى 10 ولا 15 نعجة زرع ثاني ما كانش باش نشربوا الماء نشقاو حتى بلدية ولاد حملة واحد 6 كيلو ولا 7 كيلو. هي مظاهر الحياة الريفية بكل بساطتها حيث يتعانق فيها الهدوء بجمال المكان، بينما عمي العيد ظل متشبثا بتربية الماشية رغم الصعاب.